I
سالمين غانمين، هذه هي الفايدة يا ابوي، كلش مخلوف. المجهود نتاع قداش من ايام وليالي ضاع في ليلة واحدة. شوف ذاك الواد احتل لنا موسي بكر في النار. وانا كنت ناوي نتزوج، ها كل شيء ضاع. ما راناش في الوقت اللي تبكي فيه ولا تخمم على الزواج. احشم على روحك ونطلع في شوي هاد. انتم يا نساء يزونا من البكاء، طيبوا لنا شويه كسره. كي راح يقول لي طيبي لي الكسره انا باه نطيبها، ها حتى حتى راه مشمخ. دبروا روسكم، اعطيو للذراري واش ياكلوا واللي جات. أنا 20 خروف و 20 عاج. الأقوى الربيع ضاع لنا، لازمنا نفكروا كيفاش نخلفوا. راني عارف، بصح الدراهم قليلة، لازمني نشري العولة ورجع السلفية. على حسب ما راني نشوف غادي نزيدوا سلف على سلف. عشرين خروف وعشرة نعاج.
وإذا بغيت نخلفوهم نصبروا الحاج الأخضر. هذا هو ما يشتم. أنا عارف اللي يقبل. حتى ولو كانوا طلبوه يزيد يسلفنا ما فيها. يا أخي معيشة. سيدي وحنا رايحين نبقاو تحت كراهية الحاج الأخضر. ديما يكبر السلف ويكبر عمنا معاه. أنت ديما تكبرها. كانش واحد كاينه في السلف؟ بصح. لكن الصرع وفراهي ماشية والذوب. وحياتنا رايحة تزيد في الهم. أنا مانيش موافق. لازم نلقاو طريق أخرى. يا العيد يا بلي. رانا موالفين بهذا المصايب هذا. يلزمنا نوفوا اليد في اليد. لازم نشوفوا الحاج الأخضر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه حفظهما وهو العلي العظيم حفظهما وهو العلي العظيم. آخر زوفي كتانة بيضاء نقية نظيفة أنا وعلقوا له في رقبته. فهمت؟ نعم. وهذا محيله في كاس بسم الله ودهنلو به قاعتية الجسد نتاعو على ثلث ليالي دهون. نعم. وهذا بخروا به ثلث ليالي اكرام بلا كل ورقة راها وحدها الاولى والثانية والثالثة وبخروا بالفيجل والقباب اما لما يطولش ان شاء الله ويرتاح يشافيها ربي ان شاء الله ما يكون الا الخير ان شاء الله الشفاء من عند الله. سيدي الطالب نحن عندنا فيك الامان واش يلزم من نواسيو؟ خلوه في الفراش والصح حفظوا بيه ويعلم بينا وبيه رب. الله يشافيه ان شاء الله. بسم الله يا معين. تبقى على خير تربح. يا زهرة يا اختي راه مخوفني حتى الماكلة ما قدرش ياكل وما زلت عليه الحمى. الحمى دايما. بسم الله 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 يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار بسم الله بسم الله بشفى 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 يا ستار يا ستار محمد. نعم لاقي لي العيد وعلي اشتيت نشوفهم. ما ليه ابوي يعني رايح نلغالهم. عزرب ما تبطعش. هيو بوي راه يلغايكم. يا ولادي راني شوف في روحي رايح نفارقكم. ما تنساوش ما تنساوش اللي راكم خاوة
ما تخلوا حتى شيء، ما تخلوا حتى شيء يفرق بيناتكم. اليوم الوقت راح تبدل يا ولادي، ولازم يتبدل. حافظوا على شرفكم وكونوا رجال على ارواحكم. تعهدوني. انا ام بوي نعهدوك، ما تتعبش روحك تزرب للموت، ما زالت البركه. لا يا وليدي، الحق الوقت والموت لليكي في راحة. ما تنساوش تردوا السلفية انت على هاي الأخضر. خذ البركة اللي بقات راهي تحت الوسادة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. تناقشوا معاه باش يعرف المشاكل بتاعكم، الحياة بتاعكم. ما مزايا يا رحمة، ما شوفوا والو أبو الواحد الله يحفظك. مشيت مجرد تحقيق في كلامي. فين يا دايا؟ محكينا.
الخير. قرب قرب ريح. أكتم ازاي أمس هون صحيح كتر خير. ياك ما قلقتكمش حاشا احنا نفرحوا بالزياد وبالخصوص يجيبوا لنا حويجه ساعه على ساعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مع الخير يا سي الحاج. مرحبا بخير. على سلامتكم يا سيدي، واش حالكم؟ لا بس الحمد لله. ايوا سيدي زارتنا البركة، مرحبا. يا سي الحاج الحملة نتاع النوليفات بدات لنا 30 شاة. لازمنا نشوفوا كيفاش نخلفوها. يا والله مصيبة والله. يا ورانا كل مضروبين بعصا واحدة. ايوا الوقت هذا راه صعيب علينا الكل. رانا قصدناك باش تزيد تعاوننا. يا ودي ماذا بيا نعاونكم بالصحة والله غالب علينا وعليكم. ونظن الشتوية هذه ماشية تكون صعيبة وراني مانيش عارف كيفاش باش نقابلها. بصح الوقت هذا كاينة حاجة واحدة اللي راني قادر عليها هي السلفية القديمة نصبر لكم عليها. سي الحاج سي الحاج الطلبة راهم كملوا الاجتماع نتاعهم هذوك وقالوا. إيه اسكت علينا. مش الناس ما راكش تشوف فينا تكلموا ولا؟ أيوا أو كيفاه؟ ربر علينا واش نديروا؟ يا والله الحمار هذا قطع لي الكلام ونساني واش كنت نقول. ايه ما عليناش يا سيدي. يا وعلى وجه بيكم ربي يرحمه وانا ماذا بيا نفيدكم بواحد النصيحه الا قبلتوها مني. قولوا لي ترى راكم قادرين تقوموا بواحد الخمسين شاه خلاوها لي جماعه من اصحابي. يا سي الحاج كفر خيرك على كل حال. ولكن ما جاش في بالنا شيء كهذا. وماذا بك تقولنا على الشروط. يوم ما يسالش انا عندي فيكم ثقه زيد بالزياده انا عارف باللي هذا الشيء يساعدكم قوي. انا عم يا سي الحاج ولكن ما يخفاكش يلزم لنا عود الشتاء. هذا شيء ما يهمناش يا سيدي. يا ادخلوا للحانوت خذوا الشيء اللي تستحقوه والسلاك راك ان شاء الله هتسلك من بعد. ويا محمد شوف الجماعه فيهم شيء يطلبوه. يو تهلاو يا جماعه راني ان شاء الله نبعث لكم الصرعوفه اللي وعدتكم بها. بصح ندبر عليكم واحد الدباره ماذا بكم تروحوا للقبله على خاطر ثم برك اللي تنجموا تلقاو المرعى. كثر خيرك يا سي الحاج وتبقى لنا على خير. هيا تربحوا روحوا بالسلامه. طبعا على خير. Oh!
شنو هاد الحل؟ عمر بقاتك ابقى هنا. عاتر نجمع سي صالح والحاج الاخضر وغيرهم، ولكن من العدم ما يدوش يردوا هنا. هاد الناس عندهم سيترنات يدو فيهم الماء حتى المرعى. بصح عندك الحق، ولكن التركتورات خاسرين وما نخليش نقدر نتموت بالعطش. عندك الحق، اما بصح الدواء قاضيه للطول وشي هاتي ما وردوش من يامك. واش تحب، لازم تستنى نوبتك. الحاسي الاخر على 20 كيلومتر والشويات راهم تعبانين، راك تشوف فيهم. وزيد بزياده تما الماء ما كانش. واش ندير؟ ما ندير والو، نستناو. اذا كان تراكتورات راهم غير كيما بداو يصلحوا فيهم سيادنا المركنتيه وحنا كل يوم نستناو هاك، اقول القنم جافت. وكيف نديروا يا علي؟ واش تقولوا له كان نروحوا في ثلاثه نحتموا عليه يخلينا نوردوا حنا الاولين، ولزموا عليه يخلينا مضرب وين نرعاو. هو يا راجل بقيت وصلنا للمحال. هاو كيفاش نديرو؟ نخليهم يستعمرونا يدونا الورو المفله، اما لا يقولون ما بقينا غير نبدلوا المضرب. صواب، لكن واش تحب نديرو؟ يزينا يا علي، تبغي نقاتلوا مع هاد الناس؟ يلزمنا نصبروا ونشوفوا مضرب اخر. اصبر اصبر يزيني من هاد الصبر. واش حبيتني ندير بهاد الصبر؟ انا مليت من هاد الحياه الدل والهم. واش بقيت تدير؟ نروح للغواط نفتش على خدمه. واش بيك؟ جنيت؟ تبغي تروح تشيح في سمش الاغواط؟ لازم نقعدو متوانسين. لا يا محمد، علي راه كبير ويعرف واش يصلح به، وهذه شحال هي هذه الفكره تخمر في راسه. على كل حال هو حر على نفسه. نروح غدوه ان شاء الله. واش هذا الحس؟ واش راه صار؟ علي بغى يروح يخطينا وراه مسهل القدوه. هذه مدة هو باقي يفرفر بجنحيه، ما نقدروش نربطوه معانا. قول لي حنا واش رايحين نديرو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، واش راكم؟ لاباس الحمد لله. قول لي اخويا نجمو نقصرو معاكم؟ هادو راهم طلبة مطوعين، جاو يشرحوا لكم الصورة الزراعية ويعرفوا ظروف حياتكم. ايه لاباس، بصح هيا نخرجوا شوية من الحر.
الفضل وريا. كلوا شوية خبز. هل عندك شوية ما ماذا بك؟ تفضل. قولي الأرض هذه حطها وحدك؟ لا كاين خويا راه يزرع في طبة أخرى لهيه. والصابرة كيفيتكم؟ على حساب العام كيفاه يكون؟ كاين العام اللي نجيبو فيه حتى ربع قناط، وكاين عام اللي زوجو ما نلحقولوش. على باك الأرض هذيك تحرضوها، تضعف وتولي صحراء، من بعد ما تصبح لا للراعي لا للحرث. رانا عارفين، واش بقيتنا نطبقوا يدينا ونبقاو ضايعين؟ هاي لزمنا نجروا على قوتنا للعام، وإذا ما حرثنا ما زرعنا، يتحتم علينا ندخلوا كل مدينة. عدنا شويهات وبصح ما يكفوناش للعائلة، وهذه هي حالة السكان جميع هذه الناحية. اسمح لي، كده راكم في العائلة أنتم؟ 9 رقاب. عندك واحد من خاوتي مل من هذه المعيشة اللي رانا فيها، وخش المدينة يخدم على روحه، وأنا نقول بلاك عنده الحق. هنا رانا مخصوصين في كل شيء، لا مدرسة لا طبيب لا سكنة تليق، والحال سخون ياسر في الصيف، والبرد هلكنا في الشتاء، والمرض ما يطلقناش، ولازم لنا نمشي 20 كيلو باه نلقاو الماء، واللي زاد كمل علينا المرعى قليل. خيمة راه بعيد منا؟ لا ماشي بعيد. ماذا بينا نطلع العائلة؟ إلا بقيتوا روحوا هاك، والخيمة الأولى هذيك هي. تنجموا تروحوا درك. قول يا خويا واش سماك الله؟ اسمي العيد. قول يا سلعيد، ما سمعتوش بالثورة الزراعية وتعاونيات لتربية المواشي في هذه الناحية؟ ايه سمعنا، ولكن شي قليل. وعلاش؟ فاتنا فاتنا. واش؟ طلي تشوفي طلي. هذو منهم؟ ربي يعلم. لا لا قربوا قربوا. واش باقي؟ بخير 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 الله يسلمك. واش راكم؟ واش راكم انتم بخير؟ بخير الله يسلمك. شام الزراري بخير يسلمك. بخير شكلك بخير يسلمك. وقعدوا. واش راكم؟ بخير الله يسلمك. وانتم باكم بخير؟ لا باس الحمد لله. على كل حال الكلام اللي كنتوا تقولوا فيه كل فيه فايده، بصح ماذا بكم لو كان تروحوا تشوفوا خويا وتزيدوا تفهموه. وانت يا سي العيد واش رايك في التعاونيه؟ ساعدك؟ واش نقول لك؟ كما يقولوا قالوا له على واش تدور يا لعمة؟ قال لهم ندور على الضوء. على كل حال نوقفوا على صحة الكلام اللي قلتوه، وحتى ولو كان ما كانش لازم نكافحوا باه نكونوه. وانت ما تلزمش تفهم خوك علاش لازم تتغير هذه المعيشة هذه؟ راني عارفهم بصح ما نقدرش نفهمه مليح كيما انت. ماذا بكم تروحوا تشوفوه انتم بنفسكم. جاوك الطلبة؟ ايه جاوني، تابعتهم عطلوني بكلامهم. واش تخمم؟ نقول لك الصح، راني شاك في هذا. ويجي في بالك يقلعوا الارض للحاج الاخضر وسي العربي والباشا غمنور وجماعته، ناس عندهم المال وكلمتهم مسموعه ما يخافوش. ايه هكذا كانوا يقولوا ناس الظاهره على الثوره الزراعيه، ما تمسش المركانتيه وما تنجم لهم. شوفي الاخر هاي طاقت عليهم الثوره الزراعيه. راك عارف سي العربي مع من زوج بنته، وثاني ولد الباشا غاف الدزاير شخصيه كبيره، هذو ناس قويين والمساكين كيفنا ما يخافوش منهم. نشوفوا الخبر يجيبوه التوالى. انا نقول باللي المراعي لازم يبقاو للموالين اللي طول العام وما سارحين بقلمه، والفوضى هذه اللي راهي تتلى مصيبه كبيره للبلاد. وراهم يقولوا باللي الحمى الدزاير صفال 500 دورو، مانيش انا وانت اللي رانا نطلعوا في السومه، راك عارف شحال راهم يشروا علينا القلم. كاين حاجه اللي ما نطيقهاش، هذه الاداره اللي تحكم باحكامها. راك شايف مني قالوا لنا ما تحرثوش؟ لا خمو لا عليك لا عليا لا على العولان تاع الاولاد، قالوا ما تحرثوش وفرات. هذا الناس نتاع البيروات ما فيهمش لا مال. صواب، لكن نهار اللي نحوا الموالين الكبار، الموالين الصغار هما اللي رايحين يولوا ماليها، وينظموا رواحهم بنفوسهم بلا ما يتدخلوا فيها اصحاب البيروات. راني نشوف فيك قلبوا لك مخك الطلبه. راك غلط، انا ما استنيتش الطلبه باش نخمو كيفاش نبدلوا معيشتنا. لو كان تاخذ رايي استنى حتى نشوفو نشوفوهم واش يديروا، خير ما نروحو احنا الاولى في العفس.
عيال الحاج الاخضر ما داروش الورد من الحسن. يا اخي حاله يا اخي، راك تشوف واش قلت لك. هدي الغلم. بسم الله ما شاء الله. ها سي سمر، هذا فطور مهم للغايه. وهذا مشوي، والله لا يذم بين السن والسن ويعطي الصحه للسجن. حاسدي بركاونا، والله ما عندكم ماكلتو. كيف هذا ما عندنا ماكلينا يا سيدي؟ وحنا ما خلينا في غير العظام. والله لا عندك. ربي يكثر الخير. امين امين. حاسدي ان شاء الله كلش بصحتكم. الله يسلمك. كنت في الفجر الجاي يحوسوا عليك، واحد اسمه العيد واخر اسمه محمد. اقول لهم يستناوني برا في الجنان، راني جاي. صح. اسيدي الناس هذو كعرالين. اسيدي هما يجوا غير في الوقت اللي ما يلزمش. علمنا منهم اسيدي. بخير ان شاء الله. البارح رحنا نوردوا الغلم من حاسي الذيب كما هي العاده. الرعيان تاع الموالين ما خلوناش، وزادوا قطعوا علينا حتى طريق المرعى. رانا متحيرين من هذا الشيء. يا اخي واش صار ما بينات؟ ياك انت اللي قلت لنا روحوا ثم. يا سيدي كونوا متهنيين. راني ان شاء الله نتكلف بهذا الشيء بنفسي. لكن راني سمعت واحد الخبر يقولوا جاوكم ذوك المجانين ذوك الطلبه. ايه جاونا. احشم ناس معنا لكلامهم. بصح يا سي الحاج ناس ياسر تبعت كلامهم. يا وراني عارف نقول لك هذو الناس واعرين، وجاوا باش يفرقوا بيناتنا بعد ما كنا عايشين في الامان. ها وشوف الخير اللي رانا دايرينه في قداش من عائله. نعرف باللي ما هي شي حاجه كبيره، ولكن لازم حتى احنا نعيشوا. والخدمه صعيبه راك عارف، وتطلب مال كبير، وهذا كل شيء يجبد. هذه قرط، هذا تبن، هذا شعير، هذه كاميوات، هذه تراكتورات. ولازمنا ثاني نعاونوا الناس المحتاجين اللي كيفكم. هو ما الاداره هذه كاشي ما عاونتكم؟ يا اخي ما لقيتونيش دائما انا هو اللي بجنبكم. كثر خيرك سي الحاج. اسيدي تعملوا على ربي، وان شاء الله راني صرعوفه اللي وعدتكم بها راني نبعثها لكم. كثر خيرك. روحوا بالسلام. على خلاوناش نوردوا. ومن بعد واش كاين؟ ولا تحسبني حضرت الذراري كنا غايبين؟ قولك واش تقول؟ اسيدي انا خاطيني، حنا غير كيما قالوا لنا هما ديروا درنا. يا مسكين جمعونا وقالوا لنا ما تزيدوش توقفوا قدامهم في الطريق، رانا خذينا رايهم. رانا مخليين الغنم للذراري واحنا رايحين للفلاحه. صح. يلا عليك. اسمع يا جماعه، قدموا القلم تاع مصر. يا السلام عليكم. يا سلام. ايوا هنا نلقى، قالوا لي بلي هنا نلقى محمد والعيد البركاني، تعرفوهم؟
رانا هنا واش كاين انتوما؟ انا يلا هاودوا الشيخ هاو الحاج الاخضر درت لكم الخمسين شاه اللي قال لكم عليها هاو بصح قال لك يلزم تقبلوا بهم خاطر قال لك المراه راه ما فيهاش ياسر انا هاو كيفاه صاحبي ما تفهمناش هكذا من الحاج الاخضر يا اخويا انا هكذا قال لي وندبر عليكم خذوا الراي خلكم اسمعها هذا الشهر نص عشر والاخرين ضعاف ياسر ما ينجموش يمشيو يا سيدي هذا الشيء خاطيني دبروا رؤوسكم هتربحوا هاي يلا دعوة والي ولا القائد قزلها لي هذا ما يكون غير الحاج الاخضر دا الدرهم على اصحاب الاداره وشرى بهم هذه الشوايه الموتى ولا راس العام يجي يحاسبنا على الفائده وراس المال ويزيد يبعث لنا خديم ويحاسبنا ويتنفخ علينا انا راني الارض زرعتها وراني مروح الاقواط كاش ما تحتاج قول لي هات لي الحبه ايه في الامان جابك للمدينة ياك اليوم ماهوش نهار صوم يا ودي جيت نشوف في خويا علي ياك راه يخدم هنا في المدينة وانت مازال عند الحاج الاخضر يا حسرة عليك انا راني بطال يا اخوي جرت روحي في التعاونية وكيسمع بيا الحاج الاخضر تلفني بعد ما بديت نخدم في هذه تعاونية الخلاء زادوا تلفوني لا حول ولا قوة وعلى هاش وانا عارف والله ماني عارف قال لك اصحاب التعاونيه انا ما ليق لهم كيفاش كانوا يخلصوا يا سي محمد الوالدين الا كي كنت نخدم عندهم كانوا يسلكوا فيا 300 دينار في الشهر هاو كيفاه راك داير مع قوت الذراري واش تحب هاك وهاك ساعات ويفتح ربي نجيب خبيز الدراري وكل الايام راني قي بطال هو انا هذه التعاونيه راهي مخوفتني ياسر يا لو كانت تقدر عليك مصيبه او ذلك ماشيه هم يدخلوك للحبس يطمعوك بحوايج كثيره وفي الاخر ما تلقى حتى شيء وزيد هاك تشوف في المراعي ماهيش كافيه للعباد وهما غير يزربوا فيها هو انا عقليتي تقول راهم يزربوا في المراعي باش يحافظوا عليهم على خاطر كي يكثر عليهم العفس راك على بالك يفسدوا ويخلصوا فيسه وما يستفادوا منهم غير الموالين الكبار على خاطر هما عندهم الكاميوات يهزوا فيهم القلم والماء والله احنا فقراء ما عندنا الا رجلينا وما نجو نصفاو حتى نلقاو المرأة خلاص
واش دانا لهذه المحاين؟ خير اننا نقعدوا عند دراهم الخدمه فينا، الاخر هما يعرفونا وحنا نعرفهم. واش نقول لكم يا جماعه؟ انا والله اللي راني مندم على الحاج الاخضر هذاك الاخر، كنت ناكل عنده كسله. اذا كانك نادم منك بصح هنروح ليه ونقول له سامحك. يرحم والدي، يعمل مزيان تهني. يا وراني جيت نجرد في روحي في هذه التعاونيه، وبصح راكم دخلتوا لي الشك، ما عرفت روحي وين نصد. احبس احبس، عندك دير زبله كيما بحال هذه، سمعت ولا لا؟ لا حل عينك، شوف انا الغلطه كيما بحال هذه وين وصلتني انا. روح تخدم عند الحاج الاخضر خير لك. حصل بقى على خير. بقى على خير. ايوا سي العيد الناس بخير؟ كيفاش دعوه؟ انت بخير؟ عطيك لاباس الحمد لله. باقي كانوا يقطعوا في التعاونيه. راني غلط؟ لا ماكش قال. رد بالك منهم يا سي العيد. هذوك مشوشين بغاو يحوزوا الناس من التعاونيه كما وصاوهم سيادهم اللي خلصوا فيهم. انا جيت باش نتحدث معاكم كما توعدنا. يلا نمشيو للمكتب. رغم كبرتك جماعة من تعاونيات، وسألهم وشنو هو رايهم في كيفية العمل، وش رايهم في المختار اللي حوزناه. يا لطيف يا لطيف، ماذاك المختار؟ هذاك إنسان مجرم وكذاب، إنسان وكي نتاع النفعة، عطينا له 200 نعجة وعشر كباش، من بعد اللي حاسبناه هذا 6 أشهر حاسبناه، نلقاوه ما فيه والو وما نقبلوهش وما نريدوهش، وخبيث وبشيل ودوني. وهذا هو هذاك دارها بالعاني، كل يوم يشكي ويبكي ويقطع فينا على الناس. وكيما لحق راس العام كيما درنا السابق ديال الخسارة، دخلتنا من المختار طيفناه. يا محمد، هذه 10 سنين وحنا نخدمه بلا فايدة، رانا رايحين ونرجعوا للورا. أنا يزيني من هذا المعيش المرة، راني من اليوم رايح نبدأ نبني حياة جديدة. ما تنساوش اللي راكم خاوة، ما تخلوا حتى شيء يفرق بيناتكم. اليوم الوقت تبدل ولازم يتبدل. فاه راح تتبدل هذه الحالة اللي راك تهضر عنها؟ أراك راح تخدم عند الحكومة ولا عند الماركانتي غير كيف كيف، ما عندك حتى كلمة تقولها. أنا ما عنديش لامان، نبقي نبقى حر. حر؟ واش من حرية عندك؟ راك عايش بالفضلة نتاع الحاج الأخضر، حتى إذا مرضوا لك الذراري تطلب منه باش تداويهم. اسمع يا محمد، ارجع لعقلك، راك رايح تولي راعي عند الحاج الأخضر ولا عند غيره، وأنا نظن الباب الوحيد اللي بقى لنا ونشوفه منه شوي ضوء هي الثورة الزراعية، وأنا هذا الباب ما خليهش يتقلق في وجهي.
حقا قلنا نبحثوا عمار اللي كل راكم تفكر ما نظنش باللي يقبلوه في اللي كل على خاطر فاتوا حالة على القرية وزيد بزيادة من اللي راحوا خاوتي ما عندي شكون يعاوني من غير هو ولا بلباس يا رجل تحب تخسر لهم حياتهم بالقسم ما قراش لا غالب بصح عمر نقدروا نقروه كما قراو الاخرين يا زينة راكي عارفة بلي نحنا ناس رحالة وما عندناش لمن نخلوه في المدينة وزيد منين جاني باش نشري له كسوة وكتب هذه الساعة راه لا باس عليه ايه عندك الحق العين بصيرة واليد قصيرة مصيبة يا أخي زادنا هم جرب يا فاطمة ارواحي جرب اصبر نطلهم بشوية قطران جربناه قدام من مرة النعجه
راني ندد عاجلي هما مرضى والخرفان اللي ما همش طايقين. وين علمك منا للفوق راني ما نزيد نقبل حتى خساره، فهمنا؟ بهذا الدواء وبهذا العلم وهذا القرب اربع عام سنان ضمنت يجي زين كون مهني. نتمنى لك اللي يجي زين، ابقى على خير. في الامان. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلامة. سلامة. لما راهي مرضى شوفوها. هذه راه فيها جدري، كاش ما تقدر تسبب لي ليها؟ سبب لك ليها، روح للخيمه ونسبب لك ليها. حجيب عد به القلم واحلف الكبش خلاص تبرا. Where?
عاش مع عام سناجة ناقاسي، اشتقنا فيه كل شيء، لا لغو لا صوف لا حليب لا دهان، رانا الكل مضروبين بعصا واحدة، وهذه القارة اللي فاتت كثرنا فيها المرض، وقلت العلف ويا لطيف الطف. ايه يا وليداتي، الله غالب، هذه العادة اللي كنا نخدموا بها فات عليها الحال. تقولوا لي يا جماعة، ما نلقاش من يقدر يعاوني بشوية دراهم ولا بشويهات؟ اوه يا ابني، خير اطلب شنو حال اللي يجير بدك يتحمل، ما تلقاش خير من الحكومة. شكون قالك هنا؟ الهيه الهيه، شفت الهيه وين؟ ثم البيروات، هاي راح تربح. هاي السلام عليكم. سلام جرب اخي، ايش هو؟ جيت مطلب السلفيه. السلفيه روح تريح عليه وكبر بعد. هيا سمعنا. ايه فين كنت؟ 45 دينار من المنطقة. ما عليك، كل ثانية يا سي الحاج. طيب، في الأمن. هيا سمعنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب. رانا سمعنا الحكومة تمد السلفية للفلاحين كيفنا. وأنا عندي شوية ضاعوا لي بالشر. دورة السلفية؟ نعم. لازم لك ملف، وهذا الملف هم عندك الأوراق اللي تجيبهم منها. طلب مكتوب باليد، شهادة عائلية، شهادة الغرامة، شهادة نتاع فلاح أو موال من البلدية، زوج صور، وشهادة ضمان من البلدية. ولازم لك تستنى ثاني اللجنة حتى تجتمع، وهي اللي تدرس هذه الملفات. وهذه اللجنة وقتاش تجمع؟ من ست شهور ولا عام. على خير. في الأمانة. سي الحاج الاخضر هنا؟ راه مشغول. قول له بركاني محمد جاي يشوفك. استنى. جيت سي محمد يسقسي عليك، قول له يجي. هذا سي محمد.
السلام سيحاج. سلمك سيدي. انت واش راك تعمل هنا وانا نحسب فيك في القبلة؟ ايه يا سيحاج، كنت في القبلة ولكن طاحت علي مصيبة، راني قصدتك باه تسلكني. قول ترى واش صار يا سيحاج. راني جيت نخبرك، المرض والبرد وقلة القرب تعاونوا على الشويهات وقضاوهم، ما خلاو لا نتاعي ولا نتاعك. يا وقتها تفهموا انتم باللي الشياه ما تبراش بالحوز والخرافات. يا سيدي لا ما راكمش قادرين، خليوا الناس المضارب للناس اللي قادره على شقاها. يا راكم قاعدين لا تلبزوا. ايه واللي ما عنده باه كيفاه يدير؟ تنفوه ولا؟ يا كل مخلوق لازم يعيش. اسمع نقول لك، انت ما راك قادر حتى على شيء، لا على شعيرها لا على قرطها ولا على علفها ولا على تربيه ماشيه. يا سيدي لا ما راكش قادر تحفظها من البرد ومن المرض وما تزيدش فيها شويه، قل لي ترى واش راك تعمل تم. ايه حق، وراني شفت علي خوك داير كريريصه. كيفاه شفتو؟ شفتو حبيت نعاونو ولكن ما صبرليش. انا ثانا مانيش قادر نزيد نصبر. يا وتهدنت هدنا محمد، يا وما تتنواش، انا عارفك راجل خدام وما راكش مقصر وعندي ثقه فيك، وعلى هذه ماذا بيا ترعى عندي وتتهنى من كل مصيبه. ايه معليش نبصح جهد ما نرجع الدين اللي عليه. اما لا ارجع الحاسي ذيب وراني بعثك الصعوفه تم. يرحم والديك. هيا بسلم، بقى على خير. كثر خيرك يا سيدي الحاج. على ربي هاي. السلام عليكم. وعليك السلام. اسمع يا اخويا، علي بركاني يخدم هنا؟ نعم ايه، وراه راح يصب القش للمواليد ولا كاش محتاج راني هنا. لا لا يرحم والديك، هو اخويا راني جيت نشوف. راه ما يطولش ويجي. هذا تعرفه انت؟ هذا يا هذا من الاربع. هذا هذا يا تتباهي يا طفلة ألفي كمية مش منه نوع تحوشي. قد راسي هذا رأي هيك. قد راسي كيف احتلقتني؟ كيف احتلقتني؟ راك تحت الارض وما نلقاكش. راني فرحان كي شفتك. احكي لي على خدمتك هذه. فرحان بها؟ نهار الاول جاني الحاله صعيبه ودروك الحال. شفت البيت؟ مليحة مريح مليحة. استنى نوري لك حاجة. شوف يمشي بالتريسيتي هذا؟ لا يمشي بالبيل. شوف نشعله. Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and three quarters ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. قد الكسرة قد الماء وسهمك من الشويهات وجرت بيه بعتهم باش حطيت روحي هنا شريت حويجات والباقي صرفته كي كتب لها خدمة والخدمة صعيبة وبه تلقوها في المدينة كاين ناس ياسر هنا بلا خدمة جايين من قبل وملين معيشتهم وبعائلتهم أما أنا راني لوحدي وين ما نروح نسلك راسي راني عارف ما راكش نادم وما تحبش ترجع للقبلة لا لا وخي ما نرجعش القليلة هنا خير من حالة تالية أنا كلاتي حال الباب راهو مفتوح والراي رايك وانت مولاه وخلف الشتي السلام عليكم. السلام. أهلا. أنا جبت لك الشيء تاع الحاج الأخضر. يرحم والدي. يلا. أنا راني نرجع فيه. هود هود. سلعة زينة. هات هود يا رجال يلا. خلنا نستناو. وبشوية عشية. نايس. هات هنا. يلا 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 يلا. يلزمك تقعد شهر في المضرب ومن بعد نعت لك وين تروح من نوهاك لما تحتاج كاش حاجة يلزم تستنى أنا حتى نجي على خاطر الحاج الأخضر ما يبغيش من ينويه في كل وقت راني نعرف واش ندير ما كان لا تدبر عني وما تنساش اللي راك تحت يدين خوك فهمت يلزمك تطيع أفهم راني جبت لك أسيدي 150 شهر فيها 100 نعجة 15 كمش و 35 خروف ذاك راك حاسبها راني نعرف خدمتي ما كان لا توريها لي ارجع 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 ولكاش ما خرجت لك بعض الصعوبات من ناحيه المرعى على خاطر التعاون يا راهي حاطه عين على هذا المضرب او كيف ندير يزبك من هذا المضرب ما تتحركش لو كان يصير ما يصير وعلاه ما لا خيرت هذا المضرب يا سيدي الحاج الاخضر قال هكذا وما يزيد الحديث ياسر فهمت هيا تربح
يا أخي شقلالة يا أخي. وشرك يا صاحبي اسمه محمد ما هوش هنا؟ يدخل يدخل انا طيب لك قحيوه. لا لا والله ما تصير راني شويه قاصب ويلزمني الروح. ودراري كيفاش راهم دايرين وانتم حالتكم؟ ما عندك ما تشكر في حالتنا، حتى اخوك راه راعي عن الحاج الاخضر. راني جيت باش نعلم محمد باللي هذه الارض اللي راكم فيها تاع التعاونيه ورانا رايحين نزربوها. احنا قالوا لنا ما تتحركوش من هنا. هذا اللي قال لكم راه يغلط فيكم برك. ما تنسايش تقولي لمحمد واش قلت لك ولازم تروحوا منه. انا نقول له صح بقاي على خير. روح بسلامه وسلم على الزهره وعلى الطفيله. طيب يا سي محمد سامحوني يا جماعه، بس الحاج نقدر نتكلم معاك وحدي، حالا راهي ما تشكرش. لا لا غير تكلم، هذا مراه محبابي. هقول طرا واش صار؟ جاو اصحاب التعاونيه الصباح وبغاو يتلفونا. ومن بعد انت واش درت؟ انا ما كنتش ثم، بصح خلاو وصايا، قالوا عندكم يومين باش ترفدوا قشكم، ولا راكم عارفين واش يرجع فيكم. ايه اجري عند المحفوظ قول له يجمع الخدامه نتاوعي كل غدوه الصباح بكري ان شاء الله. صح يرحم والديك. اسمعوا انتوما قولوا لرعيانكم ماذا بهم ما يتحركوش من ضربهم، واما انا راني غدوه ان شاء الله نمشي نشوف جماعتنا. ايه كون متهني هذا الشيء مش مقبول يا جماعه. مراعي رقم 14 و18 25 راهم حكموهم الرعيان فعلهم وليد كبار. يا حرامكم الزلام اللي رانا درناهم راهم فسدوه منا. واش راهم صاروا السلامة؟ يا حرامكم يا حرامكم يا حرامكم. ما تقلقوش يا جماعة ما تقلقوش. لابد نعلموا السلطات المحلية وتبعث لهم الشنبيط باش يطردهم. هذ الناس راهم ماهمش متهنيين، راهم خايفين على رزاقهم وراهم يتخبطوا بلا فايدة وماذا بهم ما نجحوش. ولكن اليوم الحالة راهي تبدلت على خاطر قانون الرعو يقول الماشية اللي يسرح بها ويعيش منها. يقول بلي ملكية المراعي ماهيش مقبولة ويزيد يمنع العزالة. التعاونية درناها صفة قانونية لازم ندافعوا على حقوقنا لو كان بالقوة. عندي اقتراح. تفضل. واش نديرو؟ نقسموا الجماعة على زوج، النص الأول يلتها بالمواشي والنص الثاني مع الشومبيط ياخذوا العسى ويخرجوا الناس اللي يدخلوا أراضي التعاونية. واش قلتوا في هذا الرأي يا جماعة؟ السلام عليكم يا جماعة. اسمعوا لي، راكم عندكم خبر بهذه التعاونية هذه راه باغية تعرينا، باغية تنحينا اللقمة من فمنا، راه تلف فينا من جهة لجهة، وحنا هذه الحالة ما لازمهاش الدول، وما احنا رانا غاديين نوريوهم شنو هي القيمة تاعنا. وعلى هذا الرعيان اللي راهم في المراعي اللي داتهم التعاونية ماذا بيا يبقاو على بلايصهم، وحنا رانا ماشيين نحيو هالسلوك هذو اللي داروهم على ارض جدودنا باش يمنعونا من المرعى. هذا التعاونيه ما دام ها هنا عمرنا ما نعيشو مليح، لازم علينا نقلعوها من قبالنا نريحو. Thank you.
خلص السلكة. المرأة على الناس الكل تركوا تربوا عليها. هم ضرب أخرين. لا تهزموا التعاونية. راكم تعديتوا على القانون. ديروا واش حبيتوا. لازم تروحوا منا. لا ما نروحوش. أعلم. يلا. خلتي زهرة خلتي زهرة العسرة والعيال وين وين ما شتيش محمد ولا؟ اسمح لي محمد ما شتكش يلا لا باس لا باس امشي ملي حول لا باس الحمد لله غاية ما يخصنا حتى شيء غاية محمد نديك تشوف التعاونية لا ريح راك تعبان لا لا راني لا باس عليك ان شاء الله لا لا راني نضرب الحيط نفدقوا استنى وزيدوا شويتين استنى استنى نعطيك قندوره هذيك راهي مسخالي يا زهره واش دينا الغدا مالها انا راجعين بعد ساعه صحه واش عليه
الناس معنا قالوا راح يبنوا قرية تاع الثورة الزراعية، كاين منه الخبر؟ ايه قريب ان شاء الله. هم قالوا لنا بقاو هنايا في الخيم نتاعكم حتى انت تبنى هذه القرية، ورايحين يديروا فيها مدرسة وسبيطار وجامع وحمام. ايه مليح. قل لي العيد، علاش التعاونية ضربت ارض المرعى نتاعها هذيك؟ باش الارض يكون عندها الوقت باش يخلف فيها العشب، كاين جهة نرعاو فيها عام والجهة الاخرى نخلوها تريح حتى نتعشب مليح، وهكذا ما نبقاوش دايما رحالة. ايوة هذا وين راني فهمت علاش الملاكين الكبار ما يبغوش النظام الجديد، على خاطر ما يقدروش يزيدوا يملكوا اراضي اخرى تاع المرعى هذيك هي، وما يزيدوش يستقلوا المراعي على ظهورنا. يا العيد دبر عني، راني رهاي عند الحاج الاخضر، على جاز السلفيه اللي يسلفها لي. شوف يا محمد، اقلب له شياهو وجرد روحك في التعاونيه، والسلفيه اللي بينك وبينه نتعاونوا عليها ونسلكوها. ايه فكره، بصح راني مديت كلمتي للحاج الاخضر ويلزمني نوفي بها، ولكن راني نشوف ونخمم. ها يبقى على خير يا محمد، وما تنساش كيما تفهمنا. متهني متهني. هاكو يا محمد ادي فاطمه وزراري. كثر خيرك بقي على خير. إلى ما سيدي قول لي وقتاش نجيبوا الغنم هذه تسرح؟ لازم نستنى حتى نحصدوا نرفدوا الزرع تاعنا. صح، ولكن قداش مازال من الوقت مازال واحد الجمعتين ولا ثلاثه؟ على كل حال البلديه تكون بعلمها وتخبركم. صح سيدي، وحنا من الوقت هذاك راهي الغنم كلها تقطع. معليش. ها سيدي يبقى على خير. سي محفوظ، سي محفوظ، سي محفوظ، انا راه عندي ما يكفيني، ام بصح بعض الموالين طلبوا مني باش نعاونهم. هيا خلص على خاطر الشيام رايحين يموت، احنا ما نقدرش نسلفوا لهم. الشيء اللي عندنا ما يكفينا غير احنا، خايفين يكون العمشين وصعب الحياه معنا باش نعلفوا. عاونا جماعه دوك انا نتكلم له. بخير سي محفوظ، سي محفوظ. ماذا بك تدير يا زمرا؟ شويه كورتو يا سيدي، هذا ماهوش رزقي، هذا رزق الحاج الاخضر، روحوا ليه هو يعطيكم. يا سيدي راح يقول لي وين راه ولا؟ روحوا ليه هذاك. يا سيدي قيلوا لنا هذه وحده، روحوا للحاج الاخضر. ماذا بك تدير يا سيدي؟ هيا بالعافية، عاونها عاونها، هيا حتى الله بيروحكم.
راني هنا اذنك كان ولو اللي كنا نخدموا بيها فات عليها الحال وما تتبدل هذه الحياة إلا إذا كان تعاوننا وتحركنا مع من هو كيفنا اسمع محمد واحدة من زوج أما نبدلوا عقليتنا ونعيشوا أحرار وإلا نبقوا معفسين من المركانتية كما بكري